اهلا ومرحبا بكم متابعي القناه. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غيكون واحد لا فيديو صورت لكم من المحل ديال ليفتيز. كنت صورت شي حاجه في ديفاكتو ولكن انتم غتشوفوا معايا، يعني راه ما كاين لا سولد لا والو، يعني الاثمنه اللي كنلاحظ ان ديفاكتو ديجا كانوا في الاثمنه غاليين، مي دابا يعني كتشوفوا معايا السولد ما كاين لا سولد لا والو، سورتو ان يعني لي زارتيكل ديال البرد بدا كي ديال الصيف عفوا بدا كيمشي الوقت ديالهم، يعني نورمالمون خصهم يكونوا مهبطين لهم في الثمن. فانا اللي كنلقى ان الاثمنه ديالهم غاليين، يعني مثلا تيشيرت ب 99 درهم في ليفتيز ممكن ناخذو انا ب 30 درهم. فهنايا المهم ما بانش ليا شي حاجه. لي شورت كيف ما غايبان لكم حتى هما ديال الجين، يعني ما كايناش شي اثمنه كاع، تقريبا ما كاينش اثمنه مناسبه بتاتا. ما بغيتش ديت لكم شويه شويه، انا البنات ما كنكونش معوله يعني نصور هاد الفيديوهات، ولكن ملي كنمشي كنلقى الفرصه اولا، يعني ما تيكونوش الناس بزاف وهذا، وملي كتعجبني شي حاجه اولا كنبغي ندير شي كومباريزون فكنقول علاش لا وكنصور لكم. يعني دابا نورمالمون هاد الوقيته انايا يعني تكون يعني مبرزطه شويه مع الوليدات، بغيت يعني نشري لهم هكا حويجات ديال الدخول المدرسي ان شاء الله باذن الله. باقي عندنا الوقت، يعني كل مره فين ما كنمشي كنحاول ناخذ لهم حويجه، تنقول علاش لا نصور. ما كنصورش غير وليداتي، كنصور حتى البنوتات، يعني اللي عندها وليدات تستافد واللي عندها بنيتات حتى هي تستافد. وكومسا يعني ملي كنطيح على شي هميزه كنوريها لكم. هنا كنوريكم هذيك عجباتني، كنت نصحاب يعني فيها الفوق والتحت 169، فكنتفاجئ ان الفوق 199 ولو بونطالون 169، يعني كتبقى اثمنه غاليه بزاف. هذه كنعاود نذكر هذه ديفاكتو، وغنصور لكم في ليفتيز دائما ديال المول ديال تاشفين، في مول تاشفين سانتر هي اللي كتعجبني صراحه ليفتيز، وكتجيني قريبه، لان الاخرى ملي كنبغي نمشي لها خصني نطلع حتى المول. المول يعني اللي كاين في عين دياب، ولكن هذا المول ديال تاشفين تيجيني مزيان. هبطت لتحت وغتشوفوا معايا دغيا طلعت، انهم كاتبين سولد مي فريمون يا اوكان سولد. يعني بالنسبه ليا انا ملابس العصريه جو بريفير ناخذهم من عند المعرض ديال سيمو ابو الفضل، صراحه كيدير اثمنه زوينه بزاف. ان شاء الله غنحاول نصور لكم عنده فيديوهات، غير هاد الوقت انايا دابا مديرونجيه مع الوليدات، بغيت نوفر لهم كاع داكشي اللي خاصهم دابا، سواء بالنسبه لا شومبر ديالهم، الحويجات، كلشي، باش هكا نبقى ترونكيل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا دخلت ليفتيز وغادي نصور لكم، حتى هي بداو كيديروا فيها لي باك غتشوفوا معايا. وانا كنصور لكم كاين هاد لي تيشيرت، انا بالنسبه لي كاليتي واعره، كاين ديال 79، كاين ديال 89، كاين ديال 109 دراهم، شي حاجه زوينه. الملاحظه اللي في ليفتيز ان الصبيبطات عندهم غاليين، بحال دابا هذا ديال 279 درهم، هذه دايره 349 درهم، هذه على ستيل شوسيت كتجي بحال التقشيره كيطلع بحال هكا. بحال دابا هاد الصبيبط هذا حتى هو غتشوفوا معايا الثمن داير 349 درهم، يعني هذا هو الملاحظه ان عندهم يعني الصباطه عندهم غاليه. هنا كتشوفوا معايا هذا لو باك هذا فيه 4 ديال لي تيشيرت، لان عارفين دابا غيدخلوا في الصيف، يعني غيبغوا لي تيشيرت 4 ديال لي تيشيرت البنات. غادي نوريكم دابا الثمن حيت تيكون بعض المرات مكتوب في الاورو، المرأة تمنيه كتبقى مناسبه، بغيتيهم مزوقين فوالا 109 درهم، لا 109 درهم للسامبل، السامبل 109 درهم، كنظن المزوقين دايرين 139 فوالا. شوف كيجيو فيها 4 ديال لي تيشيرت كيف ما كيبان لكم، واللي كيعجبني عندهم لي طاي كبار، يعني عندهم حتى 13 14 عام، هادو 109 وجو بونس هادوك الاولين اللي شفتو معايا فيهم جوج سامبل وجوج فيهم لي موتيف يمكن دايرين 139 درهم. هنا كاين حتى هاد لو موديل حتى هو 109 درهم، الوينات مختلفين فوالا. كاين هاد السنيدلات 139 في الديكاتلون دايرين غير 100 درهم ان شاء الله، حيت باقي عندي واحد المشيه لديكاتلون بغيت ناخذ لهم سبرديلات ديال الكره ان شاء الله، الا مشيت غنصور لكم. كاين حتى هاد لو ستيل هذا باك ديال جوج، شفتوا غزال هذا تا هو عجبني، تا هو خديت لهم منه باك فيه جوج، شفتوا. وكاين ثاني هاد لو ستيل هذا باك فيه جوج، هادو البنات كيبقاو ب 59 درهم فيهم جوج ب 59 درهم، وقديروا لي نتوما المقارنه ما بينها وما بين ديفاكتو. ديفاكتو فريمون شاعلين فيها الاثمنه فريمون، لي فتيز انا ولا كيسوفيني مع الوليدات، بيان سورتو كي يعني كيبدلوا بزاف دغيا كيكرفسوا الحويجات. هادو تاهما 59 درهم، شوفوا معايا هذيك لا كولور. ثاني كاين لي باك ديال الشورطات، واحد سامبل وواحد كيجي فيه لي موتيف. وعاد بالنسبه للسيدات مثلا اللي ما بغاوش ياخذوا لوليداتهم نصكم، كاين هادو اللي كيجيو كم 99 درهم، باك فيه جوج، كيجي واحد سامبل وواحد غيي 99 درهم. وعاد اللي بغات مثلا بجوجهم سامبل، وكنوريكم هنا كاين حتى 13 14 عام، اللي بغاتهم هكا جوج سامبل يعني واحد كري واحد بيض جوج بيضين، الثمن ديالهم غير 79 درهم. دائما الباك هاد القضيه ديال الباك كتقام عليكم رخيصه، وانا حوايجهم البنات مجرباهم فريمون حوايجاتهم زوينين.
غير الحويجات بيان سور يعني تقل بيهم اللي تكوني هذا وما تنشريهمش في الشمس. المهم كاينه طريقه باش الحويجات كيبقى كتبقى محافظه عليهم مده طويله. هنا كنوريكم هذا الشكل الاخر ديال 99 درهم زعما اللوينات الاخرين. وهنا غادي نجيو شوفوا معايا حتى بالنسبه لهاد الجاكيطات هادو ديري لهم اثمنه انا شخصيا جاتني مناسبه، ديري لهم 199 درهم كيف ما كيبان لكم. نورمالمون في كيابي هادو ما غتلقاوهمش 199، غتلقاوهم بغلا. شنو كنوريهم لكم من الداخل يعني كيزمتو يعني فريمون فريمون زعما فوقيته ديال البرد راه كيسخنوا وفيهم اللوينات. وهذا كاين هاد لو ستيل عجبني 239 درهم، زوين زوين هاد لو ستيل رائع وانيق جدا. وغتشوفوا معايا فيه جوج ديال اللوينات يعني في هاد الكاكي هذا وفي هاد البلو مارين، حتى هو ستيل ديالو زوين بزاف. هنا دابا جينا للبنوتات والبنوتات مبرعينهم. شوفوا لي بيجاما ديال البنوتات ب 139 درهم، ستيل يونيكورن ستيل مشيشه. غتشوفوا معايا ان شاء الله بزاف ديال الشكلات غنوريهم لكم فنين. شوفوا معايا هادي هادو 109 ديال الوليدات حتى هما كاينين دايرين ليهم حتى هما 139. كاين بزاف لي موتيف رغم ديال البنوتات فني، اللي عندها شي بنوته غتمشي ليه في تيزو تبرعها. شوفوا معايا لي ديال اليونيكورن بحال الفوق بحال التحت 109 دراهم، غزاله توب بيان سور 100% كوتون ورخيصه بالنسبه للكيابي، رخيصه بزاف بزاف بالنسبه للبيجاما. شوفوا معايا هذه كتجيب لي بتي بوا بحال هكا حتى هي 109 دراهم بحال لو او بحال السروال. وعاده الهميزه هي هاد السيرفيت هذه كاين فيها بزاف تلوينات هاد لي سيرفيت البنات. بحال دابا كاين الغوز مفتوح مع البيض، كاين الغوز مغلوق مع البلو مارين، وكاين حتى لا كولور تيركواز دايرين ليهم غير 79 درهم. فوالا هي الغوز مع البلو مارين، وهادي اللي قلت لكم في لا كولور تيركواز والكري مغلوق حتى هي لو ميم بري 79 درهم. وما تنساوناش من لاجام ومن البارطاج. انا البنات ملي كنمشي وكنتقدى وكتعجبني واحد الحاجه كنحاول انني نصورها لكم باش حتى نتوما تستافدوا، يعني ما كنبخلش عليكم البنات، فحتى نتوما ما تبخلوش عليا بلاجام وبالبارطاج. هنا بغيت نوريكم هادو دي او دايرين لهم 156 درهم. هادو اللي جاني الثمن ديالهم شويه غالي، فيهم اللوينات ولكن لا ماتيغ فنه، فيهم الموف فيهم النوار فيهم الغوز. وغتشوفوا معايا كيجيو معاهم هاد لي شورت ليغينز اللي كيجيو لاصقين ديري لهم 79 درهم. هادو بالنسبه للسبور يعني البنيتات الا غادي يديروا لهم سبور، وكتجي على شكل لبيسه سبور تجي انيقه مع دي زيسبا كتجي غزاله البنوتات. ديري لهم حتى هاد لي او هكا سبور اللي كيجيو بحال الكروك توب تيجيو قصارين شتو، وبالشورطات ديالهم الشورطات 99 يمكن الفوقاني 79 والله اعلم ما بقيتش ما رديتش البال. كاين هاد الباك دائما ديال ليغينز اللي كنعرفو كيحتاجهم بنوتات بزاف، شتو فيهم جوج الالوان. وكاين حتى هاد الشكل هذا درت ديال 99 هذا كيجي بلوس بوغ، شتو فيه هذاك الشكل كيجي بحال قصيصر شويه زوينين. كاين تاني هاد لو موديل هذا دايرين 89 درهم جوج دائما، واحد كيجي بلي كارو وواحد كيجي سام، ودائما الاعمار يمكن دائما حتى 13 14 سنه. كاين هذا فن غزال 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 حتى هو، شتو انا كنوريكم هذا حتى هو باك فيه جوج 89 درهم، واحد سامبل واحد كيجي كيف ما كتشوفوا معايا امبريمي ستيل يونيكورن، وهذا حتى هو غزال. هادو جوج 159 لان البنات فيهم واحد لو ديتاي زوين من الجنب، كيجيو ابيي هادو فنيونين. كنوريكم فوالا هادي دابا 13 14 عام. عاد كاين تاني واحد لي باك غزالي البنوتات في هاد لي جوغينغ هادو اللي فيهم غير الفوقاني كيف ما كيبان لكم زوينين، واحد كيجي في بلون كاسي وواحد كيجي في لو موف، واحد كيجي بيض وفيه لو موف، واحد كيجي كله موف. وكنوريكم هنا اللوينات شتو يعني الثمن كيبقى مناسب باك ديال جوج. عاد هنا هاد الشويرطات هادو حتى هما زوينين دايرين ليهم 119 درهم، واحد كيجي مزوق امبريمي واحد كيجي سامبل كيجي اوني. وهنا بيان سور كاين اللارج جو شو ميمكنش نصور لكم كلشي، مي باقي ما ساليتش لكم بالنسبه للبنوتات. هنا كنوريكم واحد جاكيت عجباتني البنوتات 199 درهم فنه، كتجي كولور مورتاديل كتجي فلوري غزاله. هادي ما بغاتش تحل ليا السنسله، انا غنوري لكم فوالا هادي الثانيه هي تحلات ليا شو شحال زوينه 199 درهم. وعاد كاين هاد لو ستيل فن اللي كيجي بحال ميتاليك بحال هكا
غزال، هادو غلا منهم، هادو داير لهم 259 درهم وفيهم لوينات، يعني كاين هاد الكري ميتاليزي، كاين هاد الغوز بونبون هذا حتى هو كيجي ميتاليزي، وفيها البنات حتى البلو مارين كيف ما كيبان لكم في هذاك السير من الوسط. المهم البنيتات عندهم لو شوا بزاف، وان شاء الله تحت طلبكم. انا ملي كنت كنصور كنت غادي نخرج وتفكرت المتابعه كتقول لي كتنسي لي بيبي، انا غنصور لكم حتى لي بيبي. كيف ما كتشوفوا معايا يعني الصباطه اون جينيرال شويه غاليه، بحال دابا هادو ديال ميكي ماوس ديال البنوتات 349 درهم. هناك سيوات ثاني فن 139 درهم، غزاله الثوب روعه، الثوب روعه وفيها اللوينات كيف ما كيبان لكم، الغوز الغوج بريك والبلو. هذا بالنسبه للموديل الاول، وهذا الموديل الثاني كود كور 159 درهم، ستيل ديال زاغا، غير زاغا ديري ليه يمكن شي 300 درهم شتو، وهنايا 159 درهم. وحنا كنعرفوا ان ليفتيز بحال تقريبا لي زارتيكل ديالها هي راه بحال نقدروا نقولوا فرع من زاغا، اولا اش كيفاش غادي نقول لكم. المهم هي حتى هي بنت زاغا، هاد ليفتيز راه بنت زاغا حتى هي. شوفوا شحال فنه هاد البيجامه، هادي فنه سواء ديال المشيشه سواء هادي 159. شفتوا كاين ثاني هاد لو باك هذا داير 109 دراهم كيف ما كيبان لكم، هذا كيجي هو الشورت ديالو، شفتوا 109 دراهم هو الشورت ديالو. وهنا واحد لابارتي هنا دايرين فيها كلها موان 30% كامله، انا كنشد لكم غير شويه يعني الثمن الاصلي وبشحال ولا. شو كاين بزاف ديال لي زارتيكل، هادو غير دزت عليهم بحال هكا غير باش نقولها لكم، يعني زوينه شفتوا من 99 ل 69 درهم. كاين بزاف ديال لي زارتيكل ديال البنوتات، عجبتني واحد الفوطه غنوريها لكم ستيل سيغان، غنوريكم الثمن البنات. هي هادي يمكن ولات ب 125 درهم، ممكن كاع دوز بقل، ممكن دوز بقل كنظن. هنا رجعنا للبنوتات عاوتاني، ولا بقينا في البنوتات والكسيوات. شوفوا شحال فينا باك، في جوج ديال الكسيوات كوطون، وحده سامبل وحده امبريمي كيف ما كيبان لكم. شفتوا يمكن الثمن، واش وريتكم الثمن ولا ما وريتوش لكم، حيت كيكونوا كاتبين اما بالاورو اما ما غاديش تكون غاليه، ما غاديش ما غاليينش البنات، الثمن مناسب. بس انا كنقلب لكم على الثمن، فوالا 139 درهم. وجو بونس الاولين حتى هما نفس لو بري، زوينين بزاف بزاف، تري سامبل تري سامبل، رائعين. وهنايا جينا لي بيبي، شوفوا معايا بحال دابا هاد الطقم كيمشي ب 125 درهم الثوب ديالو، يا سلام واحد الثوب روعه كتلبسيه للبيبي، ماشي داك الثوب اللي كيحكو ولا، ودي ستيل رائعين كيف ما قلت لكم بحال دوك لي موديل اللي كنلقاو في زاغا تماما. شفتوا انا غنوريكم حتى لي غونيغ ديال الصفره عندهم، كاين هاد لو باك هذا كيف ما كيبان لكم ثاني فن هاد لو باك هذا، انا كنسحبو فيه جوج البنات وراه فيه ربعه، فيه جوج ديال لي تيشيرت مع جوج ديال لي شورت، ها انتما جوج ديال لي تيشيرت مع جوج ديال لي شورت. انا متقله بالحويجات اللي تقديت، غزال غزال غزال، والثمن ديالهم داير لهم 179 درهم، جوج ديال البيسات 179 درهم ربعه القطع. كاين ثاني حتى هاد السريولات هادو اللي كنحتاجوهم للوليدات والبنوتات، باك ديال جوج غزالين فنين فنين فنين، الثمن ديالهم 119 درهم، ثوب روعه، لا ماتيغ لا ماتيغ كنهضر لكم على لا ماتيغ ديال الثوب، شي حاجه زوينه بزاف. وهاد لي صوندال 229 درهم، هاد الكذب والبهتان ب 279 درهم، صغيوره ولكن زوينه. كاين ثاني هاد الباك ديال لي دو غوب 125 درهم، شوفوا شحال فنين 125 درهم، اللي عندها شي بنوته تبرعها غتبرعها، سواء كانت البنوته بيبي سواء كانت كبيبره شويه. كاين بزاف ديال الشكيلات، كنقول لكم غير اللوينات اللي كاينين، يعني كاين اللارج شوا بالنسبه لي كولور. وهذا انا بالنسبه ليا ماغازان اللي كتمشي كتلقاي فيه ميزه، كتلقاي اثمنه يعني كتبقى مناسبه على العموم. وكاين حتى في ال سي وايكيك، انا كنت خديت شي حاجه حتى من ال سي وايكيك، للاسف ما قدرتش نصور لكم فيها، لان تيبقاو كيكونوا الناس كتجي هذيك السيده انت كتصوري وهي واقفه عليك بحال ما تعجبهاش الحال، وتنقول مع راسي انا جايه نتقدى، تنقول لي ليس يسر الله وقدرت نصور كان بها، ما قدرتش نصور. هنا الدراري طريفين في ليفتيز، يعني خدي راحتك ما على بالهمش كاع، ما كيجيش شي واحد يقول لك لا ولا بخير، زعما الله يعمر هدار، تحيه ليهم من هنايا. دوك في ال سي وايكيكي شويه معقدين الامور، مع انه في الاول والاخير كيبقى غير اشهار ليك، اشهار ليهم غاتوس غراتويتمون كيكون يعني اشهار ليهم، فما يعني الاسمين راه معروفه راه عارفه كلشي، فما عرفتش علاش هاد القضيه هادي ديال التصوار. ومنا كنوريكم السريولات،
ديال لي بيبي في فنين باك دائما 119 درهم. شتو لي بيبي داكشي عندهم غزال غزال غزال. غنوريكم يمكن حتى ها فوالا هاد لي غونيغ، هذا باك دائما كيجيو فيهم دوك الطريقات من التحت 139 درهم، زوينين. هذا ثاني باك ثاني، هذا فيه 4، هذا عفوا فيه 4، هذا فيه جوج ديال لي تيشيرت مع جوج ديال الطريقات مع جوج ديال الشورطات. فوالا دايرين يمكن 139 جو بونس. وهذا فيه جوج، لا غيكون هذاك الاخر غلا، غيكون 179 كنظن، غيكون 179، ولكن على العموم كتبقى اثمنه زوينه بزاف. هذا 139، هذاك فيه جوج، فيه هذا الستيل ديال لوغواليه زويون. كاين ثاني هذا لو ستيل دائما ديال لي ديسان زانيمي غزال، كيجي واحد سامبل شويه واحد كيكونوا فيه لي موتيف بزاف، 139 درهم. يعني كنحاول كنشد لكم لي بري. بالنسبه للافتزان اللي كنعرف، كنمشي لهادي ديال المول ديال تاشفين، وكنمشي لديال موروكو مول، هما اللي كنتقدا فيهم، وملي كنبغي نبدل ممكن نبدل في اي وحده فيهم. وهنا بالنسبه لي بيبي هادو 100 ماعقلش على الثمن واش 139 ولا. المهم راه فيهم اللوينات بالنسبه للجاكيت، يعني اثمنه كتبقى جد جد مناسبه عندكم ان لارج شوا. المهم كنتمنى متابعتي ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها واستفدتوا من الهميزات اللي قدمت لكم. ما تنساونيش فقط غير من لاجام او من البارطاج، اي حاجه عجبتني ضروري غنصورها لكم. نقول لكم بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.